مثلا انت عملتي برضو الحقيقه سيناريو جميل جدا جدا لبنت اسمها ذات، ده كان مسلسل طويل جدا واستغرق جزء كبير منه تاريخ مصر الحديث. مظبوط. فكرتي فيه ازاي؟ انا في التوقيت ده كنت عايزه اعمل عمل عن الفتره دي من تاريخ مصر، من بدايه من الثوره. هي 60 سنه. ولما انا كنت بفكر في الموضوع ما كانتش لسه 25 يناير وصلنا لها، انا الكلام ده كان في 2010. وكنت عايزه اعمل عمل تاريخ اجتماعي عن المجتمع اكتر منه تاريخ سياسي بيحكي التطور السياسي في السنوات دي. كنت عايزه احكي عن احنا كبني ادمين او كمصريين حصل لنا ايه، كنا فين وبقينا فين. ثم بالمصادفه كلمتني جهه الانتاج، كان استاذ جابي خوري، وقال لي احنا هنعمل، عايزين نعمل روايه ذات للاستاذ صنع الله ابراهيم. أيوة. مسلسل جميل حقيقة. طبعا طبعا. فقلت له طيب انا قريتها زمان، خليني اقراها تاني عشان اقول لك هعرف اعملها ولا لا، لان انا اللي كنت فاكراه منها انها روايه صعبه جدا، يعني ده كان اول انطباع. قريتها وهي صعبه طبعا، لا وممتدة جدا، يعني من ذات نفسها بنت صغيرة إلى أن أصبحت هي الرواية عندها ملمح عن ذات وطفولتها، بس هي الرواية ماسكة 10 سنين تحديدا تقريبا، فترة الانفتاح والثمانينات والسفر للخليج والتوظيف الأموال والمرحلة دي. فقلت لهم تمام، أنا أحب طبعا أشتغل عليها، بس أنا عايزة أمد المدة. أنا هبتدي بدل ما هبتدي أو هحكي قصة ذات في العشرة أو الخمستاشر سنة اللي الرواية بيتكلموا عنهم، أنا هبتدي من ساعة ما اتولدت لغاية لحظتنا هذه، فأنا هحكي 60 سنة، وبالتالي هألف ماضيها ومستقبلها. وقعدت مع أستاذ صنع الله، قلت له أستاذ صنع الله أنا عايزة أعمل 1 2 3. قال لي أنت حرة، أنا روايتي نشرتها. أيوة. أنت أعملي اللي أنت عايزاه. وكان تحدي لان انا كنت خايفه جدا اخذله، لانه في الاخر هو اديب كبير. أيوة. والروايه ادبيا ليها قيمتها، فكنت خايفه شويه. وانت تدخلتي في تفاصيلها وبدايتها. حاولت احكي، شفتها مناسبه جدا شخصيه ذات انها تحكي عن المراه المصريه، ومن خلالها نشوف احنا بقى كمجتمع حصل لنا ايه على مستوى كل حاجه بقى. أيوة. على التعليم والثقافه وطريقتنا مع بعض والشغل أيوة. والمد حتى الملبس، كل حاجه. حتى التفكير. وازاي المد الديني تغلغل كده ودخل على المجتمع وتاثيره ايه على الناس وهكذا. طب يعني دلوقتي حضرتك تدخلتي في هذه الروايه وأضفتي أشياء، لو قدر لك أن تقومي ب يعني عمل امتداد لها، هتجدي أن المجتمع المصري اتغير بعد يعني نقطة النهاية في ذات حتى الآن؟ في حاجات كتير اتغيرت، بس مش قادرة بس مش بنفس يعني الفرق ما بين الخمسينات ومكان ما توقفنا في 2011، فرق كبير قوي في النقلة، كبيرة قوي الفرق ما بين ما توقفنا ودلوقتي. في تغير بس مش بنفس الحجم، لأن بحكم كمان ان عدد السنوات اقل، يعني ما في الاخر احنا بنتكلم في 12 13 سنة. تهالي مهمة قوي هذه الاعمال بتؤرخ للتاريخ المصري وللمجتمع المصري. طبعا مهمة طبعا، لانه في الاخر احنا عمرنا ما هنفهم احنا ليه في اللحظة دي بنتصرف كده، لو احنا مش فاهمين احنا جايين من ايه أو إزاي وصلنا للنقطة دي. فلو النقطة دي إحنا عندنا معاها مشكلة أو عندنا تحفظ عليها، يعني إحنا طول الوقت بنشتكي بنشتكي من تصرفات الناس، بنشتكي من حاجات كتيرة جدا. طيب ما هو لازم نفهم إحنا بنعمل كده ليه، ودي واحدة من الطرق إن إحنا نفهم. أيوة صحيح.